صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك يا خير خلق الله، أيها البشير النذير، صلى الله عليك وعلى آل بيتك الطيبين الطاهرين، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وروي عن سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله أنه قال: إنما أنا رحمة مهداة، أنا نبي الرحمة. صدق سيدنا ومولانا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. نعزي العترة الهادية، لا سيما إمام زماننا وولي عصرنا الحجة المهدي عجل الله فرجه الشريف، ثم مراجع الدين وعامة المؤمنين بشهادة سيد الأنبياء وخاتم المرسلين المصطفى الأمين، ونسأل الله سبحانه وتعالى الذي عرفنا هذا النبي الكريم ورزقنا اتباعه أن يحشرنا معه في الجنة وأن يكرمنا بشفاعته، إنه على كل شيء قدير. ونتحدث عن جهة من جهات شخصيته المباركة، ونتعرض إلى ما يتصل بها إن شاء الله تعالى. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، خطاب من الله عز وجل قرآني للنبي ومنه إلى البشر في صياغة فريدة، يقول العلماء هي تقع بين السلب الكلي والاستثناء، وهذا يفيد أقصى درجات الحصر والتحديد. يعني تارة تأتي الآية تقول مثلاً: وأرسلناك رحمة للعالمين، هذا طريقة، ومرة أخرى تقول: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. الفرق في الصياغة بين النحو الأول والنحو الثاني فرق كبير جداً. الطريقة الأولى هي إثبات أرسلناك رحمة للعالمين، ما يمنع أن يضاف إليه أشياء أخرى. أما إذا قال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، معنى ذلك أنه لا يوجد شيء آخر كأنما من هدف إرسالك ومن غاية بعثتك إلا أن تكون رحمة، فكل شيء يرتبط بك هو الرحمة. رسالتك رحمة، شخصيتك رحمة،
سياستك رحمة، عقوبتك رحمة، كل شيء يرتبط بك هو رحمة، لأنه لا شيء فيك غير الرحمة. هذا يعطيه معنى شنو؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. ومثل هذا التعبير ويشابهه ما روي عن النبي نفسه صلوات الله وسلامه عليه عندما قال: إنما أنا رحمة مهداة. هاي إنما أيضا فيها حصر، يقول العلماء فيها تحديد، يعني أنا لا شيء إلا الرحمة، ماكو شيء آخر إلى جانبي، إنما أنا ذاتي، شخصيتي، رسالتي، عملي، حركتي، سكوني، سفري، حضري، كلها هذه إنما هي رحمة، وهذه الرحمة مهداة من الله عز وجل. فهذا في صياغة الكلمتين، الآية المباركة والحديث الشريف. وأما إذا جئت إلى نفس كل كلمة، الآية المباركة: وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. العالمين هنا جمع عالم، يقولون جمع لكلمة عالم تصير عالمون، ومع الجر تصير للعالمين. العالمين تارة ينظر فقط البشر، في البشر أكو أنواع مختلفة، أصناف كثيرة، في فترات زمنية متعددة، فيهم الجنس الأبيض والأسود والأصفر وغيره، وكل هؤلاء داخلون في ضمن عالم البشر. لغاتهم مختلفة، أشكالهم مختلفة، أزمنة حياتهم مختلفة، هذول كلهم عندما يجتمعون يصبحون عالمين بالقياس إلى البشر. مرة نقول لا، الآية المباركة فيها دائرة أوسع من دائرة البشر، وإنما هي فوق ذلك، تشمل الجن والإنس، البشر وعالم الجن، هذا عالم وذاك عالم آخر. وبالتالي النبي المصطفى محمد مرسل إلى هذه العوالم كلها، البشر بجميع أصنافهم في اختلاف فتراتهم التاريخية بأشكالهم وأجناسهم ولغاتهم، وأيضا الجن بأعدادهم الهائلة. النبي مرسل لهم ومرسل رحمة لكل هؤلاء. من آثار رحمة رسول الله صلى الله عليه وآله الكثيرة جدا التي أخبرنا عنها، هي أن الله سبحانه وتعالى منع عن البشرية عقوبة الاستئصال والعذاب الذي كان في حق الأمم السابقة. قبل النبي صلى الله عليه وآله كانت الأمة إذا خالفت نبيها وعصت رسولها ينزل عليهم عذابا، إذا استمرت في عصيانها وارتكبت مخالفة ربها، قوم بعث عليهم الطوفان، قوم بعث عليهم الجراد والقمل والضفادع، قوم خسف الله بهم، قوم أرسل عليهم العواصف المدمرة، فانتهت كل تلك الأمم. هذا عذاب نسميه عذاب استئصالي على أثر عصيان هذه الأمة لنبيها، الله يرسل عليها عذابا ماحقا ساحقا.
بالنسبة إلى هذه الأمة بعد مجيء نبينا المصطفى محمد، أكرم الله البشرية ببركات هذا النبي العظيم بعد مجيئه أن منع هذا العذاب الاستئصالي، خلاص بمجرد أن جاء النبي إلى هذا الوجود منذ ذلك الوقت لا يوجد شيء من العقوبات التي تستأصل البشرية أو تستأصل الأمم الكافرة والفاسقة، وإنما يعذبون في يوم القيامة وينظرون في هذه الدنيا، ينسأ لهم ما تنتهي وجوداتهم. وهذا لعمري من أعظم المنن على هذه البشرية ببركات هذا النبي العظيم. كل شيء كما قلنا يتصل برسول الله ومن الرحمة. هنا يأتي بعض الأسئلة من قبل متسائلين، إما بدافع الاستفسار والاستفهام وإما بدافع التشكيك، ونحن نشير إليها باعتبار أن قسما من أبنائنا مثلاً وبناتنا عندما يذهبون إلى خارج البلاد في قضايا الابتعاث من الممكن أن يتعرضوا إلى مثل هذه الأسئلة. بالفعل في من التحديات التي ينبغي أن يلتفت إليها المؤمنون هذا التحدي، أن يذهب ابني إلى الخارج لتكملة الدراسة، هذا مو خير مطلق ما في خطورة، لا، فيه جانب تحصيل علمي ارتقاء في الدرجة وهذا معلوم واضح، لكن فيه أيضا هناك خطورة أن تهتز عقائده وأن تخلخل درجات إيمانه إذا انفصل. أمس إحدى المؤمنات اتصلت وهي تبكي وتقول أنا ابني من مناطقنا هذه، أنا ابني سافر إلى الخارج وبعد سنتين قال إنه تحول إلى المسيحية لأنه عنده أسئلة تطرح عليه وهو رجل، وهذا مهم أنا أشير إليه، قال أيام شبابا ما كان يحضر في هذه المجالس وما كان يختلط وما كان يسأل، طيب كانوا يعيشون في منطقة أخرى، هاي المنطقة كانت قليلة المجالس الحسينية وجلسات الذكر وما شابه ذلك، صار في الثانوية وذهب بعد الثانوية إلى الخارج، طيب تعرض إلى مجموعة أسئلة حول رسول الله صلى الله عليه وآله من قبل مدرسيه، ما يملك إجابات، صارت شبهة، صارت إشكالات عنده، ما عنده جواب عليها، ومن فتح أيضا على من يجيب عليها، كرست هذه إلى أن تغير في إيمان. فيا أيها الأب المؤمن، يا أيتها الأم المؤمنة، بمقدار ما أنت تحرص أيضا على أن تبتعث ابنك إلى الخارج لمواصلة الدراسة، وهذا شيء مهم وضروري ولابد من الاستفادة من هذه الفرصة، أيضا ليكن حرصك عليه أشد وأكثر في قضية حماية إيمانه وتدينه، خليه يرتبط عندما يذهب إلى تلك الأماكن ببعض المراكز الإسلامية الهادفة والصحيحة، ببعض العلماء، أو إن تكن متواصل معه بشكل مستمر، لا تترك الابن هالشكل خلص ما دام راح أنا انتهت مسؤوليتي من طيب. وهناك جهات في مثل هذه الأماكن أيضا
تعبئ الإشكالات والأسئلة والشبهات وتطرحها على هؤلاء الشباب اللي قد ما يكون عنده خلفية كاملة عن أجوبتها. من جملة ما يثار في مثل هذه القضايا يقول لك كيف أنتم تقولون أن النبي هو رحمة ومع ذلك يأتي بنظام للعقوبات فيه قطع اليد وفيه القتل وفيه الجلد وفيه غير ذلك؟ شلون الرحمة هذه؟ طيب الرحمة حقوق الإنسان ما تتناسب مع هذا الأمر، فإذا لا يكون هذا الدين رحمة ولا الشريعة رحمة ولا النبي رحمة. جواب على ذلك يطول، لكن أنا أشير بعض الإشارات إليه. واحدة من تلك الإشارات أن الإسلام قبل أن يصنع نظام للعقوبات يهيئ المجتمع بشكل يسعى فيه أن لا يكون هذا الشاب أو تلك الشابة وراء ما يوجب عقوباتهم. عند شهوة جنسية أهلا وسهلا، له طريق محلل. طيب يحرض الأب على أنه أنت اسعى في تزويج ابنك متى ما كانت حاجته قائمة، ويقول إلى المجتمع هيئوا تسهيل أمر الزواج، خير نساء أمتي أقلهن مهرا. طيب ليصير هناك مبالغات في قضية المهور، اشتراطات كبيرة جدا. طيب إذا جاءكم من ترضون خلقه ودينه فزوجوه، لا تشترط اشتراطات عالية أن يكون عنده من الثراء كذا وكذا ومن الشهادات كذا وكذا، فيهيئ المجتمع لكي لا يتورط هذا الشاب وتلك الشابة في ما يوجب عقوبته. إذا صار أمر الزواج يسير بالنسبة إلى البنت، صار أمر زواجها يسيرا سهلا، ما تحتاج تنتظر إلى عمر 30 سنة حتى تحصل زوج، والشاب أيضا ما ينتظر يدور إليك كأنما يبحث عن ضالة إلى أن يحصل إليه امرأة يتزوجها. أشبعت شهوته هنا، ليس بحاجة إلى اتخاذ طريق الحرام. هذا الإنسان اللي يربى على هالأساس، يربى على أساس القناعة، ويحمل والده وأهله مسؤولية الإنفاق عليه والصرف، ما رح يجد في نفسه حاجة إلى أن يسلك طريق السرقة حتى تقطع يده. يعلم على أن حل المشاكل في الدنيا ليست بتصفية الطرف الآخر، مو باليد تحل المشاكل، وإنما بالكلمة الطيبة، بالتفاهم الحسن، بمنع الغضب، بمنع الانفعال. آنئذ ما رح يجد هذا الشاب أو ذلك الرجل نفسه مسوقة لكي ينتقم من يخالفه عن طريق القتل والجرح وما شابه ذلك. فأول شيء يهيئ المجتمع هكذا ويحمل مسؤوليته. اثنين، يشترط الإسلام اشتراطات جدا كبيرة ومفصلة في أمر ثبوت الجريمة، مو بمجرد أن قالوا فلان سوى فلان عمل خلاف وخاطئ راحوا مسكوا أقاموا عليه الحد. بعض الأحيان يصعب جدا إثبات الجناية والجريمة على هذا الإنسان، وأكثر من هذا يقول له نفسه أنت استتر، إن الله يحب الستر، إن الله ستير يحب الستر، سويت ذنب من الذنوب استغفر بينك وبين ربك وغير حالك ولا تمشي فيه،
وآنئذ حتى لو أخذت وكان الحق حقا إلهيا ما تعاقب إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم. قبل ما تسوي ما مطلوب منك تروح تعترف أمام أحد، بينك وبين ربك استغفر الله سبحانه وتعالى وتب إليه، وآنئذ لست مطالبا إلا إذا كان حقا من حقوق الناس. زيد من الناس سرق مثلا، الآن تاب عن السرقة، ما يكفي هذا، وإنما يحتاج أن يوصل المال إلى صاحب المال، مو شرط يقول له أنا رحت سرقت من عندك، مو شرط أن يعلن عن ذلك، المهم يوصله إليه بأي طريقة من الطرق ولو بطرق غير مباشرة، ويستغفر ربه والله يتوب عليه. يشترط الإسلام اشتراطات كبيرة في هذا الجانب حتى لا تثبت الجريمة. فإذا مع كل هذا ومع تربية الدين والمجتمع لهذا الإنسان بذلك النحو، ثم تشدد الكبير جدا مثلا في قضية الممارسة الخبيثة من الزنا، يشترط لك اشتراطات يندر أن تتوفر. لازم يكون 4 شهود، ولازم يكونوا يشوفون العملية بشكل مباشر، ولازم كذا، وصورة وما صورة وفيديو، كل هذا ما يكفي. طيب هذا وين يصير؟ كيف يمكن؟ ليش؟ الغرض هو أن لا يصير قضية التهمة والشبهة شائعة. لا، على مثل هذه أشر إلى الشمس، قل تشوف الشمس، على مثل هذه فاشهد وإلا فدع، تشوفها مثل الشمس واضحة، نعم وإلا فلا. فإذا بالرغم من كل ذلك صار وأصر هذا واستعلن بخطيئته وجريمته، وجب عليه أن يعاقب. طيب يقول لك العقوبة هنا صعبة، قتل واحد يقتل، طيب ماذا نصنع له في مثل هذه الحالة؟ قاتل قتل إنسانا عمدا مع سبق الإصرار، ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب. رأفتك به في هذه الحالة فتك بالمجتمع وتخريب للمجتمع، آنئذ ما حد رح يأمن على دمه. إذا صار واحد يجي يقتل إنسان ثم يترك هكذا، خل يقتل الثاني والثالث والرابع والعاشر، من يأمن على نفسه في ذلك الوقت؟ لا أحد يأمن. سارق إجا سرق ثم بعد ذلك ترك هكذا، أي واحد يأمن على أمواله وعلى ما يمتلك؟ لا يستطيع أحد. زين خلينا نسوي هذه الطرق الجديدة اللي الآن أكثر شيء شائع في الدنيا من العقوبات هو السجن. واحد قتل يروحون يسجنونه، سرق يسجنونه، هرب المخدرات يسجنونه، وأمثال ذلك. زين انت هنا ماذا صنعت؟ صنعت أنه حملت المجتمع، خليت المجتمع يصرف على إنسان مجرم قاتل أو مهرب للمخدرات أو غير ذلك، الناس يصرفون عليه من أموالهم وهو عايش هكذا، فندق مجاني، أكل شرب مجاني، والناس لازم يصرفون عليه، لأنه هذا عندما يسجن كم من المباني اللي لازم تؤسس إليه، كم من الأفراد اللي لازم يشغلون علشان حارس وبواب وإداري وغير ذلك، كلهم هذول قاعدين يخدمون في الواقع هذا الإنسان المجرم. هذول ما تجيهم الأموال من السماء، هي من أموال الناس. ففي الواقع غير هذا النظام الذي جاء به الإسلام وهو معاقبة المجرم وإنهاء ملفه على طول، وإذا سوى شيء يبقى مثل لغيره، أي واحد غيره بعد ما يفكر عندما يرى شخصا قد قطعت أصابعه على أثر السرقة إلى آخر حياته، ماكو واحد يجي يفكر أن يسرق مرة ثانية ويشوف أصابعه مقطوعة. القاتل يقتل ما
ما حد راح يفكر أن يستسهل القتل فيما بعد ذلك لأنه سوف يكون مقتولا. ففي الواقع حتى عقوبات الدين في تشريعاته هي من أنحاء الرحمة بالمجتمع ككل، وإن كان فيها قسوة ظاهرية على نفس المجرم، بل هي ليست قسوة. الآن واحد لنفترض إذا أخذوه إلى المستشفى أبعدكم الله عن الأمراض جميعا، قالوا له هذا لازم أكو عندك مثلا غدة، هذه لازم تبتر، لازم تستأصل، لازم تستخرج، يجي الجراح وشق إيد هذا الإنسان وبعد ذلك يستخرجها، يطلع الدم، يتألم هذا الذي يشرح على منصة الطبيب. طيب، لكن هذا الألم، هذا التشريح، هذا التجريح في مصلحة باقي البدن، وإلا هذه الغدة تفتك بسائر البدن. فهذا العمل هو رحمة بهذا المريض، وإن كان في ظاهره استخراج للدم، وإن كان في ظاهره جرحا. كذلك بالنسبة إلى عقوبات الدين الأمر كذلك. هذا مما يذكره بعض أولئك الذين يشيرون ببعض الإشكالات على ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وآله من تشريعات للبشر، ولو كان فيها مشكلة لكان الإشكال على الله سبحانه وتعالى، لأن الذي جاء بالتشريع في الواقع هو مو النبي، وإنما النبي أوحي إليه وأرسل به وبلغ إياه، فالله سبحانه وتعالى هو الذي جعل هذه الشرائع وجعل هذه الأحكام، لأنه يعلم سبحانه وتعالى ما الذي يصلح العباد وما الذي لا يصلحهم. هذه واحدة من الأمور التي تذكر في قضية رسول الله ورحمته. قضية أخرى أشير إليها إشارة سريعة وأنهي بها حديثي إن شاء الله، وهي ما نقله بعض المؤرخين من تعامل رسول الله صلى الله عليه وآله مع يهود بني قريظة. اليهود في تاريخهم كان شأنهم الخداع والإجحاف. أول سكنهم في المدينة المنورة، ما كانوا في المدينة وإنما كانوا في اليمن وأطراف الجزيرة العربية، وكان قسم منهم في فلسطين. فقبل بعثة النبي صلى الله عليه وآله بفترة من الزمان عدهم في كتبهم أن هناك نبيا يبعث في مكة ويستقر في المدينة، وهو نبينا محمد. هذا يقرؤونه في كتبهم من جملة البشارات برسول الله صلى الله عليه وآله. فهذول ظنوا أن هذا الرجل منهم من بني إسرائيل، ولكن راح يكون في مكة والمدينة. اجوا إلى المدينة باعتبار أنها هي التي ستكون مستقر لهذا النبي ومحل هجرته وبناء دولته. بقوا هناك ثلاث قبائل، قبيلة تسمى بنو قنينقاع وقينقاع، والقبيلة الثانية بنو النضير، والثالثة بنو قريظة. ثلاث قبائل كبيرة اجوا إلى المدينة واستقروا فيها. لما بعث رسول الله صلى الله عليه وآله، وكانوا من قبل يقولون للكفار ترى بعد شوية بيجي نبي يبعث يكسر الأصنام يهدم الأوثان، هذا يدعو إلى التوحيد، كانوا يفتخرون فيه. فلما جاءهم ما عرفوا من الحق جحدوا رسول الله وأنكروا أن يكون هذا هو النبي المبعوث، كانوا يتصورون واحد من بني إسرائيل وعلاماته ثابتة عندهم، لكن هم قوم جحد
فأنكروا رسول الله وقالوا لا، ومن اقبل هذا الكلام من عنده؟ ولما جاء النبي إلى المدينة ودعاهم إلى الإسلام وقال لهم أنتم تجدون في كتبكم صفتي، هذا خاتم النبوة عند كتفي، تعرفون صفاتي؟ قالوا لا احنا ما نقبل ولا نؤمن بك. النبي لم يقصرهم على ذلك، وإنما قال طيب أنتم تبقون في المدينة، والمدينة هذه أصبحت كلها مؤمنة مسلمة، طيب فلا بد أن تكون هناك اتفاقية بيننا وبينكم تنظم العلاقة، لا إحنا نخونكم ولا أنتم تخونوننا، لا تخدعونا ولا نخدعكم، وأي واحد اللي يسوي هذا يحق عليه النكال. قالوا ما يخالف، أكو هناك وثيقة تسمى وثيقة المدينة حوالي 50 مادة فيها إلى الآن موجودة في الكتب. اليهود كما قلنا قوم جاحدون، فصار عندهم أول مشكلة. بنو قينقاع ذهبت إلى حيهم امرأة مسلمة فاعتدوا عليها وكشفوها ومارسوا معها أمورا لا تناسب المرأة المسلمة المحتشمة، طيب أدى ذلك إلى أن رسول الله صلى الله عليه وآله يقول لهم هذا بمقتضى الوثيقة اللي عقدناها بينكم، هاي القبيلة لازم تطلع، هذه قبيلة مجحفة، قبيلة معتدية، قبيلة خائنة، لازم تطلع من المدينة. قبلوا ذلك وخرجوا، هاي القبيلة الأولى. الثانية بنو النضير، هذول ذهب إليهم رسول الله صلى الله عليه وآله في قضية من القضايا، فقالوا جت الله جابها حسب التعبير، ما دام محمد، وما كانوا يسمونه بالنبي، ما دام محمد جاء إلينا برجله نقعد وياه، ثم من فوق الجدار نلقي عليه بصخرة كبيرة ويموت، انتهي من الموضوع. بالفعل بينما النبي صلى الله عليه وآله جالس، حسب خطتهم هم أخبروا أشخاص يلقون صخرة كبيرة يحتاج إلى 3-4 رجال يلقونها، أي بعد فيها القاضية. النبي نزل عليه الوحي أن قم من هذا المكان وارجع إلى المدينة فورا. الله سبحانه وتعالى يحمي نبيه، والله يعصمك من الناس، أي قانون من البداية. فقام النبي صلى الله عليه وآله كأنه رايح لشغلة ورجع إلى المدينة. طبعا لما صار هالشكل، مؤامرة لاغتيال رسول الله ولقتله في بلادهم، أعلن عليهم الحرب وقال لهم أنتوا أناس لا وفاء عندكم ولا عهد لكم، لازم أيضا تطلعون، احنا اجينا وأردنا أن نتفق معكم بشكل حسن، ما صار، أنتم مو أهل وفاء ولا أهل أمانة، خرجوا. القسم الثالث هم بنو قريضة، هذول لما صارت قريب غزوة الخندق وكانوا في المدينة، اتفقوا مع قريش ومع غطفان ومع غيرهم أنه أنتوا تعالوا من فوق وإحنا من تحت من أطراف المدينة، نهاجم محمد وأصحابه ونحتل المدينة وأنتوا تقتحموها وخلص، ننهي قضية هالنبوة هذه وهالنبي إلى الأبد. رسول الله صلى الله عليه وآله بتدبير هذا الرجل المخلص المؤمن سلمان المحمدي، أمر أصحابه أن يسوون قضية الخندق، وحفروا ذلك الخندق بجهود عظيمة جدا. الخندق تدري في ذاك الوقت شقد؟ 5 كيلومترات، هذا عرضه، يأخذ من طرف إلى طرف من الجبال في المدينة، نفس الخندق عمقه 3 أمتار وبعرض 3 أمتار، عمقه 3، عرضه 3، طوله 5 كيلومتر، إذا تحسبها قريب من 45,000
متر مربع من التراب والحجر شالوه، مو شيء قليل. هذا بتلك الأساليب والوسائل البدائية اللي كانت، بس سووه النبي صلى الله عليه وآله في مقدمتهم كان. طيب المهم هذول أيضا اتفقوا وياهم بنو قريضة، قالوا إحنا نجي ونقتحم المدينة من هذه الجهة. الله سبحانه وتعالى دخل حسب تعبيرنا على الخط ونصر رسوله وأرسل الرياح على جيش الأحزاب والكفار، فكانت الريح إلى حد تكفئ القدر الممتلئ. شايف هذا القدر الكبير إذا فيه ماء يحتاج إلى ماء أو طعام أو غير ذلك، يحتاج إلى 3-4 رجال يشيلونه. الريح كانت بدرجة للطير هذا القدر، وبالتالي لم يستطع القرشيون الكفار أن يبقوا في ذلك المكان، فهزموا وانقلبوا صاغرين، وكفى الله الشر القتال عن المؤمنين، كفى الله المؤمنين القتال. هذول كانوا شنو؟ حاولوا أن يحتلوا المدينة، ودزوا بعض اليهود إلى قسم اللي كانوا النساء المسلمات فيه، حتى يذكر هنا أن صفية بنت عبد المطلب نزلت من مكان مرتفع. المسلمون ودوا نسائهم من خوفهم من اليهود على أماكن مرتفعة لا يجون هذول وينتهكوا أعراضهم، حتى يجي بعض كفار اليهود يدورون حول هذه الأماكن. فنزلت صفية بنت عبد المطلب وقتلت واحدا من اليهود، قالت إلى صفية، قالت إلى أسامة بن زيد، إلى حسان بن ثابت، وروح اقتله. قال لها أنا مو مال الشغلات هذه حسب التعبير، ما أقدر أقاتل. فأخذت عمودا ونزلت إليه والتمست غرته وقتلته. طيب أخت أبي طالب سلام الله عليه وعليها. الآن انتهت المعركة من ذاك الصوب، اليهود تربصوا بقتل رسول الله وبالهجوم على المؤمنين وبالهجوم على المؤمنات، فجاء النبي صلى الله عليه وآله وحاصرهم على أساس يطلعون. طبيعي هنا أن واحد يخونك، يخدعك، يحاول قتلك ويحاول تشريد أهلك، وهو معك اتفاقية، الآن مستسلم. فأمر النبي صلى الله عليه وآله كما ذكروا أن يؤخذ من حزب ومن شجع وتضرب أعناقهم. فأخذ في رواية 40 شخص من هذول رؤسائهم اللي خانوا العهد والميثاق وتآمروا مع كفار قريش. طيب 40 واحد أمر بضرب أعناقهم. طيب إلى هنا القضية ما فيها شيء. لما يجي الآن مستشرقون وغربيون ولا سيما من اليهود يقولوا لا، الذين قتلهم النبي محمد كانوا 900 واحد، وهذه مجزرة وهذه مقتلة وهذه إسالة دماء، وكيف هو رحمة وإلى غير ذلك. والحقيقة التي تشير إليها القضايا التاريخية أن النبي أمر بقتل 40 واحدا منهم، ممن كان حرض وحزب وقاد المسألة من الكبار والرجال. زين، النبي هنا إنما عمل ما كان ينبغي أن يعمل مع كل خائن، لكن هؤلاء عندما يأتون ويبثون هذا الأمر يهول إليك 900 واحد، جرت الدماء في المدينة كذا وكذا، هذا خلاف الرحمة. الحقيقة ليست كذلك، وإنما نبينا صلى الله عليه وآله أجرى عليهم أقل الأحكام التي ينبغي أن تجرى على هؤلاء، جماعة رؤساء، جماعة محرضين، جماعة محزبين أرادوا احتلال المدينة، عقوبتهم ما هي؟ أن يقتلوا، وبالفعل صنع النبي ذلك.
فيجي من هؤلاء من المعاصرين مستشرقون أو غربيون أو غيرهم، وللأسف يجدون في بعض كتب المسلمين روايات غير دقيقة حول هذا الموضوع. كلا، النبي صلى الله عليه وآله كان ممثلا للرحمة بأقصى درجاتها، ولو خيرنا بين أن نصدق ما قاله الله عنه وبين ما قاله سائر الناس، محدث، مؤرخ، مستشرق، الله يقول ما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، هذا المؤرخ والمحدث يقول لا، لم يكن رحمة عند رسول الله. أي الطرفين نصدق؟ لا ريب أننا نصدق القرآن الكريم وخطاب الله المجيد في حق سيدنا محمد. من جملة رحماته صلوات الله وسلامه عليه ما شهد به القريب والبعيد والقاصي والداني لما دخل إلى مكة المكرمة فاتحا. أهل مكة كفارها حاولوا قتل النبي في مكة، ثم لحقوه إلى المدينة، غزوات صارت، بدر صوب المدينة، أحد صوب المدينة، خندق صوب المدينة. طيب، يعني كانوا يلاحقون النبي لقتله والقضاء عليه. زين، الآن النبي دخل فاتحا فينادي أولا واحد من الأنصار من أهل المدينة: اليوم يوم الملحمة، اليوم تسبى حرمة. فالنبي صلى الله عليه وآله أمر عليا، هذا الناطق الرسمي أمير المؤمنين باسم رسول الله، قال لا، روح أخذ من عندها اللواء والراية وقل اليوم يوم المرحمة، اليوم تصان الحرمة، احنا مو جايين للعنف ولا للشدة ولا للملاحم والقتل، وإنما جئنا للرحمة. فأخذ علي اللواء والراية وأعلن بين كفار قريش: اليوم يوم المرحمة، اليوم تصان الحرمة. ثم إن النبي بعد أن اجتمعوا وكأن على رؤوسهم الطير قال لهم: ماذا تظنون أني صانع بكم؟ أنتوا قتلتوا أصحابي، شردتوني، طاردتموني، قتلتم عمي حمزة وأصحابي في المعارك، شنو تتصوروا أسوي لكم؟ هؤلاء يعرفون من هو النبي، قالوا: نظن خيرا، أخ كريم وابن أخ كريم. قال: فاذهبوا فأنتم الطلقاء. حتى عتاب ما عاتبهم، مو عقاب، حتى عتاب ما عاتبهم فضلا عن العقاب. مثل هذا الرجل لا ينتظر شيئا بعد الرحمة، لا ينتظر إلا العفو والصفح. من رحمته صلوات الله وسلامه عليه أنه كان حريصا على هداية الناس إلى حد إيقاع نفسه في الأذى. أنا وإنت إذا تكلمنا ويا إنسان وما سمع الكلام نقول خلي على راحة، ما لنا شغل فيه. النبي صلى الله عليه وآله القرآن خاطب، الله خاطب يقول له: فلعلك باخع نفسك على آثارهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا. يعني أنت قاعد تقتل نفسك علشان هدايتهم، خفف على نفسك. الله الرحيم يشفق على رسول الله، يقول لك ما يحتاج تروح هالقد، ما يحتاج تقتل نفسك علشانهم، خفف من أمرك. لكن الرسول رحمة مهدات على الكفار الذين آذوه يرفع يده بالدعاء، مو لكي يدعو عليهم، وإنما يقول:
اللهم اهد قومي فإنهم لا يعلمون. وهذا مو من آخر زمان، وإنما من أول الأيام إلى آخر لحظاته في مثل هذا اليوم وفي مثل يوم أمس، بعد أن مرض رسول الله صلى الله عليه وآله وثقل حاله. هسا هل مرضه كان على أثر ما نقل من سم اليهودية إياه؟ ولا نستبعد فعل اليهود الخونة في هذه الأمور، فقد دس إلى رسول الله سم في كتف شاة، ولعل هذا أثر في سوء صحته ومرضه. بل حتى لو ما كان النبي مسموم، ترى اللي شافه رسول الله صلى الله عليه وآله من خلاف أصحابه ومن استنكاره لأعمالهم، بل ولما كان يتوقع حصوله بعده، هو هذا يسم الإنسان ويمرضه. تصور أن النبي صلى الله عليه وآله يتصور أنه بعد أيام وإذا بالمنادي ينادي على باب فاطمة الزهراء، اخرجوا وإلا أحرقناها عليكم وإلا أضرمناها. هذا إذا يتصور النبي ماذا سيصنع بابنته الصديقة الطاهرة فاطمة مثل هذا العمل، إذا يتصور لطمة الخد على وجهها بأبي وأمي ماذا سيحصل في حاله، إذا يتصور ذلك المسمار الذي سينبعث الدم من على أثره من صدرها وتسقط جنينها، شنو راح يصير بحال رسول الله؟ هو مثل هذا يحتاج إلى أن يسمه أحد أكثر من هذا السم وأكثر من هذا الأذى؟ لذلك ساءت حال رسول الله، تضاعف مرضه، وها بدنه، ضعفت قواه بأبي وأمي، جلس عن الصلاة في المسجد، جلس في بيته، أقبل الناس إليه يزورونه وهم يظنون أن النبي مفارق لهم. لما اجتمعوا هاي الفرصة الأخيرة، عسى ولعل من رحمة رسول الله أن يوصيهم بوصية تكون منقذا لهم، نادى رسول الله: آتوني بدوات وكتف أكتب لكم كتابا لن تضلوا من بعده أبدا. قال أحدهم: إن الرجل ليهجر لا تعطوه. الله أكبر، رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى يريد إنقاذكم، يريد سلامتكم، يريد مستقبل هذه الأمة، وإذا بالمنادي ينادي لا تعطوه فإن الرجل ليهجر. ابن عباس إلى سنوات يضرب على فخذه ويقول: الرزية كل الرزية. يوم حالوا بين رسول الله وبين كتابة الكتاب، يعني كل هالمصائب وكل هالمشاكل اللي صارت على المسلمين من وراء ذلك اليوم، صار اللغط بين الأصحاب، إلى أن قال بعضهم: ألا نأتيك بالكتاب؟ قال: بعد الذي قلته. لا يكون، يعني لا ينفع بعد هذا، ولكن انصرفوا عني، انصرفوا عن رسول الله. وبقي نبينا سلام الله عليه يعاني ما يعاني من ألم المرض ومن ألم هذا الكلام وأمثاله، بينما هو كذلك أحس بدنو أجله، نادى: ادعوا لي أخي وحبيبي، هذا كاشف الكرب عن وجهي، أريد أن أختلي به. فنودي شخص فأشاح رسول الله بوجهه عنه، نادى مرة أخرى: ادعوا لي أخي وحبيبي. نودي آخر فأعرض عنه، فقالت أم سلمة: ويحكم، ادعوا له علي بن أبي طالب، والله ما يريد أحدا غير علي، هذا كاشف كرب.
جاء علي سلام الله عليه، استدناه أدناه إليه، ضمه إلى صدره، أودعه من العلوم ما أودعه، أوصى إليه بوصايا. يقول بعض أرباب الخبر انتهت الوصايا العامة، إجا إلى وصيته بأهل بيته وبفاطمة وبأن يصبر على ما يرى، وكأنه شرح إليه بعض ما قيل. فلما رأى علي ذلك توقف قليلا، كيف يصبر على لطمة الزهراء؟ وماذا يصنع إذا سمع صوتها من وراء الباب؟ لكن قال له النبي: بلى، تصبر حتى يحفظ الإسلام ويبقى. عندها جاءت سيدتنا فاطمة سلام الله عليها، ضمها إلى صدره. بعض أرباب الخبر يقول: قال رسول الله متمتما: كأني بها وقد دخل الظلم بيتها والذل دارها، فتستغيث ولا من مغيث، وتستجير ولا من مجير. آه على فاطمة يا رسول الله. جاء الحسنان، وقعا على صدر رسول الله، ضمهما إليه، فقام علي لكي يبعدهما رفقا برسول الله، فقال له: يا علي، دعهما على صدري، أشمهما يشماني، أتزود منهما يتزودان مني، فإنهما يصبحان من بعدي يتيمين مظلومين مقتولين، ألا لعنة الله على من ظلمهما ومن قتلهما. بينما هم كذلك، وإذا بطارق يطرق الباب: يا مؤمنين، لن واحد بالباب يتخفى بكلامه، ينادي أهل بيت النبوة والإمام: بالله دخلوني على لي مظلل بالغمام، أطلب الرخصة على النبي سيد الكون. قال النبي: قومي يا زهراء وافتح الباب، هذا الذي ما يهاب من حاجب وبوع، وهذا الذي يفرق يا فاطم بين الأحباب. بس الله الله من بعد عيني بحسن وحسين، جاء ملك الموت مستأذنا على رسول الله ومسلما: عظم الله أجوركم. أخبره النبي بأن يقبض روحه، فشرع في قبض روح نبينا المصطفى. رأس النبي في حجر علي، وفاطمة إلى جانبه، والحسنان عند رجله. ساعة إذ عرق جبينه، سكن أنينه، خمدت أنفاس رسول الله، فاضت روحه الطاهرة. صرخت فاطمة وأبتاه، نادى علي: ومحمدا، أنا وأنت تنادي ورسول الله. باشر إمامنا أمير المؤمنين في تجهيزه، مدد على المغتسل، نظرة الوداع من فاطمة ومن أبنائها: اسم الله على طولك يا جمال الهاش. على المغتسل ممدود يا خير البري، يا مرتضى اكشف لي عن الوالي وجمال،
سفر الجفن عن غرتي ودعها شبال، هذا الحسن مشعوب قلب انظر الحال، هذا الشهيد حسين عبراته جري ويلي يتهيلون الثرى دفنوني ويا ما اقدر اشوف البيت خالي من محيا، قشرة تراه تصير عيشتنا. اليوم قد فقدت أباها فاطم، فقدت أباها أرأف الآباء، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم، يا الله اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، لا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم، اشف اللهم مرضاهم من أوصانا بالدعاء في حاجة، اللهم اقضها يا قاضي الحاجات، وتقبل اللهم عمل المؤسسين بأحسن القبول، إلى أرواح موتاهم وموت السامعين نهدي ثواب الفاتحة تسبقها الصلوات.